نبتدي منين يا دكتور؟ الشتاء ليه أسئلة كتير قوي. نبتدي بالأكل ولا ليه أصلاً بنشعر بالبرد بنسب متفاوتة من شخص للآخر؟ هو شعورنا بالبرد ده فعلاً في بعض الأشخاص مهما يكونوا لابسين هدوم كتيرة ومتغطيين ومشغلين الدفايات بيبقوا عندهم شعور رهيب بانخفاض درجات الحرارة والبرد. ده ممكن يرجع لأسباب مرضية، يعني ممكن يكون الشخص مصاب بالأنيميا، عنده الهيموجلوبين ناقص في الدم، ممكن يكون عنده فيتامين بي 12 ناقص، عنده اضطراب في الغدة الدرقية. الأشخاص اللي بيعانوا من النحافة الشديدة أو اضطراب الجوع العصبي أو النحافة، في بعض الأشخاص عندهم مخاوف إن هم يتخنوا ودي بتبقى حالة مرضية، دول بيبقى عندهم شعور بالبرد طبعا نتيجة نقص الفيتامينات المختلفة، فده طبعا بيؤدي لاختلال التمثيل الغذائي عندهم فبيجي الشعور بالبرد. يعني الشخص لو حاسس إن هو عامل جميع الإجراءات بتاعت التدفئة والجو يعني مش مستاهل ده كله، لازم في الحالة دي بنعمل الفحص المعملي والتحليل، جايز يكون عنده أنيميا. وللأسف احنا عندنا 8 مليون تلميذ من طلبة المدارس بيعانوا من الأنيميا، عشان كده بنلاقي الأطفال خصوصا إيديهم ساقعة ورجليهم ساقعة، ده بيكون نتيجة الأنيميا. كبار السن عندنا من الفئات اللي بتشعر بالبرد طبعا، لأن الأوعية الدموية ما بقتش بالكفاءة زي زمان، الجهاز العصبي بيبتدي يحصل له شوية اضطراب واختلال. فكبار السن نهتم جدا أن رجليهم لازم يكون في شرابات، يشربوا طول الوقت مشروبات دافية، نشرب المية. المية من الحاجات برضو نقصها بيؤدي لزيادة الشعور بالبرد، لأن المية بطبيعتها بتنشط الدورة الدموية، بتخلي الدم يجري في جسمنا، فبالتالي يصل للأطراف فنشعر بالدفء شوية، لأن الدم بطبيعته في فصل الشتاء بيحصل مع نقص شرب السوائل اللزوجة بتاعته بتتغير، فبيبقى تقيل إنه يمشي ويوصل لأطراف الجسم. فعشان كده بنقول شرب المية والسوائل الدافية طول الوقت دي من الحاجات اللي بتنشط الدورة الدموية، وفي نفس الوقت بتخلي الجسم عنده شعور بالدفء.